وزيرك ريما هادي بدا الصومالان دكتور سعد علي شري يا كتشو ابي ادوغو يمد قدومي احسبك معارض كي ودني عبد الرحمن محمد عبد الله عرولي حيري شركة مالقشي ولقدوان قلي يدالك هاسي ستاقي مارات كعربته وزيرك نوحو الشيغان شركة دني هاي قارو لي ده هاي الصومالي لان يسوغو اسكفوغي يدا حدنا عامس غماسقة يا قدومي احسبك معارض كي ودني كو ادي وزيرك ريما هادي بدا يسوغ ريماني كهالي نوحوري قدوميها حزبك ودني عبد الرحمن عرو وأنا المدبّد الناس نغينا أصحابنا نهاي وأنا السياسية وحدونا وورن كره إنك استوان في الأيام مركن إن تلال السير أنتي عن صحاين وسوق مركا أو ترى ضاي إنك سوق كذي يا رنكن إن أنكو إن سومالي لاند وحوس سكر لي رنتي وأدي الأح أرن الله غفانه ما هارن لقد دافع هذه الشيرين كاميرون كورتو دي تلفزيون وحي نو سوكر ري وي نو سورتا غالي ان شركات اي دولة دولة داي داد مالها انو مالي باش انا مالها دولة دايسكالي سومالان انفستمنت كمبني مالي هذا ان اي نوغا سورتا غاشين ان كدي وانجلينو ان حرونتا ماليد اي دبي عالميغا كم بيني يا سورنتي واحد بدن إنك عاونا يا سيدي إنه رضغ ملهاين عالمك أنتي سكره كم بيني أنا ما هوسي ما دم ما ملهان وزارة المالية أي هوسي ما ده كم بيني قيمك ملها هانتي ملها وكم بيني عصبوية لكن وكم بيني نسوي تجيني كره إن الله جن عشان إن عالمك أنتي سكره ين المالقش بقى أي إنه هلو إنه نقد شد الله ينصه مره een dabcan boorka laba qof baa ku qoran waxa ku qoran aniga iyo baasha ku qoran laakiin marka dheel diwaan gelinayo company meesha dunta ka diwaan geli wen magacyo la qadimo wen magacyo la geeyo een magacyas waliba weynay weyn ahaadaan kuwo marka dheel la baaro baaritaan baa lagu sameeyaa magac walba ay suurtagal u tahay marka in la xaqiijiyo marka waxa ku haboon marka soo kale magaca qof degan ba meesha باش واحد يسوى سفير كين وي ماشي ندقنا ارن كنا كشغي ارن كنا واحد كشغي الله يرا كشغي وقت بضم باقول الله يرا رنتي يا جلين ان مركا وقت مقع واسداس وا مقع لكن اليوم مقع دي واحد كان حلك نقفكو اسكما مقع اسكما قديماني حلكا كان مقع قفكو ما دام وي جوغ ماشي كملي قال لي دي وان جلين اي ودن كانوا دي سوو مثل اي وحلته هاي طبعا دي مقع عيسى لا قديمي انو halkan kasoo galay wax weey maadaama aan ahaa hoggaamiyihii gudoomiyihii cidii la galeysay maxaan ilaahdaayeen ee heshiiska shirkadda maxalada Dubai oo ay naga caawisay arrinka runtii aad iyo aad naga caawisay marka waxaan runtii aan ugu baaqayaa dadka inay soo dhaweeyaan maxaan ilaahdaay guusha aynu gaarnay Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.